خاصة بالعمل بعده، يعني يكون في وقت تعرف حدود واضحة بين العمل وبين المنزل. الله كذا مهم تدري، عشان لازم أنت تحط في فراغ حاجز ما بين شغلك وما بين وقتك الآخر. يا سلام زين، بس والله عجبتني يا سعد من أمس بدأت وتأثرت بسرعة أنت. والله هذا صراحة اقتراح طيب، وإن شاء الله بإذن الله أخلص الكتاب هذا في أقل من شهر إن شاء الله بإذن الله. أهم شيء الفائدة، ترى الموضوع مو بس خلص كتب. بعدين نسيت، أنت موصيني أجيب غرض من السيارة. حط قبل شوي يا سعد. يلا 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 أبروح أبوي بسرعة، ترى أنا مخلي السيارة مفتوحة. يلا 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 يلا، بس يا ابوي ترى بقرا وانا امشي في الله يسهل امرك، ما عرفنا نقرا ونركز بصجه العيال، واحد يا الله يلقى له وقت. يقول لك لقد لاحظت ان معظم الناس لا يعظمون الخبرات التي يخوضونها في الحياه. لتحقيق ذلك هناك امران اساسيان، التعمد في بدايه الخبره والتفكر بنهايتها. كلام جميل، لذلك في اي وقت يمكنك مساعده شخص اخر للقيام بهذه يصبح يا سلام يا سلام، وغالبا ما يخلف لهم ذكرى إيجابية. الله حلو، مكتوب هذا إبا. وش فيك؟ وش فيك؟ اسم الله عليك وأنا أبوك، وش فيك؟ وش فيك؟ لا إله إلا الله تبيب، وش فيك؟ اسم الله عليك، حريقة شبت حريقة بالمطبخ. حريقة وين؟ بالمطبخ عند أمي داخل. حريقة في يا أبو محمد. سعيدان عجل علينا. سعيدان وين في المطبخ؟ وين؟ داخل عند أمي. طيب أنت أمك طيبة ولا مين طيبة؟ أمي طلعت الحوش. لا إله إلا الله، وتركي نايم فوق، وأنا حاولت أطفي الحريق ما أقدر. عطنا سطول المويه بسرعه. سعيدان سعيدان عجل علينا، سعيدان بسرعه، حريقه في البيت. لا تروح. اعوذ بالله. جبل شو اسمه راحل، تعال شوف هذا حقيقه. تعال روح عب سطول مويه، تمام بسرعه. راح جيب مويه. طف الحريق. راح جيب مويه بسرعه. أوف. لا إله إلا الله، والدخان والله العظيم. بسم الله عليك، شوي أنا أبوك. يا قوم أبو محمد خالك، يا قوم أبوي. موية عجلوا موية. علينا بالموية، عجلوا موية. بسرعة بعطي تميم. روح مو هو بكذا يا الدثوي، مو هو بكذا. لا إله إلا الله، بسرعة يا تميم، خلص علينا، عطى الموية. يا ابو ابو محمد الحق علينا، حريقة في البيت. حريقة، تعال حريقة، تعال مهم حريقة. جيب لي طفايه الحريق اللي في الحوش الكبيرة دي. حريقة بسرعة يا تميم، حريقة. اوف شوف شفت مويه يا ابوي بالداخل. امسك هذه بسرعه، عبد بالداخل نوصل الصاله. عبو حريقه والله يا ابوي الدخان مش تغش دخان مو حريقه. عطنا سطول المويه يا دام. حريقه تلعب ملاهي. حريقة تبيب، جيب المويه، جيب الصبر. جيب أبدخل. وين تدخل؟ لحظة مهبول انت، ارجع يا تبيب، ارجع. أبدخل. لا تدخل يا ابوي. أبدخل. لا يا ابوي تعال تشوف. أبدخل اسود. سعد انحرقت شوشته. لا يا ابو محمد تفاول الخير، تفاول الخير. لا حريقة. لا ما انحرق ابوي. أبدك على الشرطة. علمهم. اسحب الاسحاب اسحاب هذه. ها الو، السلام عليكم. فوق نايم. الو فوق نايم، ما يرفيك. الو نايم بالغرفة. ما عليك. الو روح المرور. بالله تكفى المرور الحريقة. يا ابو محمد صاحي، جيب الطفاية يا اخي. عب هنا، عايد طفي من هنا. رقم نجم كم؟ بالله بسرعة تكفى كم؟ الو حسبي الله ونعم الوكيل. نجم
بالله انا جبتك والله بس احترق يا ابني تحترق يا سعيد. انقذ ام سعد، انقذ ام سعد. لا لا ام سعد في الحوش. ابوي ابوي امي وين هي؟ لا تشيل هم، امك في الحوش الحمد لله. اخاف ادخل تطقني. لا 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 طلعت الحوش. طيب تركي يا ابوي، تركي تكبر يا ابوي. تركي وينا؟ تعال يا تميم. يا سعيدان يا ابوي تركي بروح. لا بروح تركي والله. ابى احط تركي بالبطانيه واطلع تركي من الحريقه. هذا تركي اخوي. يا سعيدان لعبة تركي يا سعيدان. اصبر علي انا بخر عني يا ابوي. تعود على تعود من الشباب. تعال من اهل تعال. انا افدي روحي لاخوي تركي. يا سعيدان انت اذا مت تدفع انا وش يصير اسمي؟ انا اموت بدل اخوي ابوي. وانا ايش ينادوني؟ ارجوك وخر عني. بحطه في البطانية وطريقه. وخر عني يا ابوي. وخروا سعد تعوض الشيطان. اقول لك وخر حريقه. اقول لك وخر. روح تركي روح تركي حريقه. يا مهبول يا سعدان. حسبي الله ونعم الوكيل. وش تبي تقول بعد انت؟ انا بعلمكم. ايه امي خلت تركي وطلعوا للحوش. يعني تركي مو في المطبخ؟ ما احترق معه بجاه شيء؟ لا انا سمعت صوت يصيح. ايه وطلعته الحمد لله. وشفت امي قلت تعال خذي تركي. سعيدان سعيدان راح طلع وشو الحمد لله يعني مرضينها. بس وش الدخان ذو الحريقه منين ذي؟ ما ادري المطبخ احترق. لا اله الا الله. لا اله حريقه. كبروا يا عيال كبروا ترى الحريقه تطفى بالتكبير. قولوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اهم شيء الله اكبر. لا يجيهم شيء من الحريقه. تاكد. طيب غالب بالهاشتاج جيراننا. لا اله الا الله. لا حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما ادري وش يا سعيد. اصبر 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 يا ابو محمد. ايش تزين انت؟ ابى اشوف الحريقه كبيره ولا لا. والله دمجت كذا اللي كبيره ولا الحريقه الحمد لله خلاص بتطفى الحين. يا ربي لك الحمد يا ربي. يا الله تعالوا تعالوا اشوى خف الدخان. سعيدان بشر وانا ابوك بشر. انا قايل لك تركي خلاص طلع مع امك في الحوش الحمد لله. حريقه. لا اله الا الله. صاحي انت صاحي. حريقه. خلاص طفيتها طفيتها. لا اله الا الله. وش صار؟ وش صار؟ وش لقيت فيه العله؟ وش يا سعاد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله على السلامه انا ابوكم. الحمد لله على السلامه. والله انكم روعتوني. الحمد لله على السلامه. الحين شوف بس طلع لامك قل لها انت طيبه هي وتركي وخلهم يغسلون بي الزرع لي الحوش. لاجلك يا لاجلك يا تركي. اقسم بالله يا تركي انا روحي بدالك. انا ابو سعد. تركي هناك جوا. تركي انت اخوي ما اخليك والله لو كنت حكي مين انت يا ابو سعدان. سعدان ابوك. ركز ركز شوي. هدع اسحب بطاريتي عشان احرم انا ابوي. بالله انا ولدك الوحيد اروح بدال تركي عادي. الله ترفق وانا ابوك. اشرب مويه. هد هد انت الله يهديك يا سعدان. اقتحمت المكان اقتحمته. امتلى بيتنا دخاخي الحمد لله على السلامه. الحمد لله الله يسلمك. وش صار السبب الحين؟ اشرب لك مويه عطنا وش سبب الموضوع. السبب السبب تشد عن السبب. ايوه انا نشدكم عن السبب. ام سعد ام سعد الوالده شو مسويه؟ مخليه بطاطس ايوه على الغاز وولع المطبخ دخانه الزيت شفت وتحسب انه في حريقه. هو اصلا ما في حريقه الزيت بس طشش وطفى الغاز والامور طيبه ما في شيء. راحت الحوش وخلت الدنيا في المطبخ. بس 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 هذه بس بس هذه ما احترق ولا شيء. هذا العله ذا هذا الحريقه صراحه. حريقه خلصت الحريقه. طفينا الحريقه. هذا يتابع من هادف يا ابوي. ما ادري انت يا ابو محمد. خلصت الحريقه. متاخر البث عندك صح؟ الظاهر شوف هو الحريقه طلعت ما في حريقه طلع موضوع زيت والحمد لله. بس اقسم بالله انه كان حريق. يا ابو محمد يا اخي لو انكم داخليني اطفيها يا اخي الحرائق لعبتي يا اخي. لا يا شيخ لو انكم قايلين لانه زيت كان انا اللي خطفيته. لو انه دارين دخلناك غادي شوشتك تحترق ونفتك. خالي الحين انا دريت وش السبب. وش السبب؟ السبب ان امي تركت البطاطس يقلي
من شو سوى؟ صحيح ابوي ترى امي احترق شوي شعرها سالمينهم شوي من شعرها احترق فدوى الشوشة تتعور والله احترق شعرها او بعدين مقربين احنا على الضحايا متعودين على شعر انا يوم دخلت شمعت شميت والله ريحة شو اسمه هذه قاعدة الراس فيه ريحة قاعدة الشعر ان شاء الله انها طيبة ان شاء الله لا تفاولون على اهلكم انتبهوا تركي نايم ما يدري ايش السالفة صوتي راح ونصيحة تركي يا اخي انت انا فداك وانت اخي انا واخي شوق يدفعني لأراها أمي ذكرى لا أنساها حرف أنقى من شفاة الأعداء أبقى أمي 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 الله لا تنسى أخاك يا الحين اصبر دقيقة المكسر عسى ما احترق ولا شيء لا يوقف لا نشيك يعني ليه شيخ ليه شيخ المكسر أهم من أختي الحين لك خسر عشان تمسك أنت المكسر أهم من أختي حتى ولو يا خان نسأل أشياء مهمة في البيت بعد بعدين تنزلت مع الدرج طلعة ولا حريقة أنت فرق ما حريقة طلعة أحسها نعم لا أنا قلت يعني أبصارخ عشان الدفاع المدني يسمعون صوتي لا لا الله مو بزيتونة إذا قالت باباي يجي باباي ايه أنا قلت حريقة عشان إلا ما تشوفون عسى الجيران ما سمعوا صراخنا وأمورنا شوف شوف شوف